حط احنا متواجدين هنايا اليوم باش الهدف الاول والرئيسي هو تعريف المواطن بغابة الجباس، لانها عندنا سنوات عديدة رانا نشوفوا في غابة الجباس المواطن بدا ينسى عليها، مع انه الغابة منسية لكن لقيناها بكميات كبيرة من النفايات خاصة القارورات النفايات البلاستيكية. عندنا واحد حوالي 20 طن من النفايات بالتقريب، مازال ما عندناش الرقم قد، لكن ماذا بينا تكون هذه المبادرة الأولى ويكونوا كاين مبادرات وحايد أخرين إن شاء الله من تنظيم المديرية ومحافظة الغابات والجمعية إن شاء الله. تأسفوا على الواقع المزري اللي راه فيه هذه الغابات، لأنه أناس ما عندهم لا رحمة ولا شفقة بالبيئة، تلقاهم يرمون المخلفات نتاعهم النفايات سواء الصلب ولا البلاستيكية وكذا إلى آخره في هذا المنحدر اللي يهبط حتى إلى غاية في أسفل الواد. ونتمنى إن شاء الله يعني من السلطات المحلية أن تتخذ ما هو قانوني في حق هؤلاء الناس.